فضيلة الشيخ، شخص اشترى أرض بقصد البناء، نيته البناء، ولكن في آخر الوقت أراد أن يبيعها. نعم، يعني غير النية أراد أن يبيعها، فهل عليه زكاة أم لا في قيمة الأرض يا شيخ؟ يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بدأ له أن يبيعها ولا يبني، فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة.